انا عايزه افرجكم النهارده على الاطباق اللي نازله معانا في العروض. ما معاها طقم المعالق، طقم المعالق جميل جدا، شوكه ومعلقه وسكينه. زي ما احنا شايفين كده المعلقه يعني حجمها زي صباعين، مناسبه للاطفال والكبار، يعني حتى لو هي قصيره وانا همسكها كده هتبقى سهل عليا، بالنسبه للطفل برضه هتبقى سهل عليا. الشوكه مريحه جدا في الاستعمال، الجزء ده كده زي بالظبط الشفايف او الفم لما نيجي ناكل بيها. السكينه جميله جدا جدا، مشرشره، بتقطع كويس بجد وعريضه، حلوه قوي قوي لفرد الجبن. وهوريكم عملي دلوقتي، احنا عايزين مثلا نفرد بيها جبنه هتبقى قد ايه سريعه. خامتهم تقيله وقويه. بصوا انا عندي هنا رغيف عيش اهو، وعندي قطعه جبنه مثلثات، انا هقطع بالسكينه اهي، قطعت بمنتهى السهوله. طيب انا عايزه افرد بقى الجبنه، انا هجيب بس واحد كبير شويه. علشان نحط عليه اهو، هي طبعا عشان عريضة فبتفرد بسرعة، فانا بمجرد ما هعمل كده اهو خلاص في ثانية اتفرد على طول من غير ما اخد وقت طويل في عمل الساندويتش. طيب ده كده الشوكه والمعلقه والسكينه. عندي بقى الاطباق، الاطباق جميله جدا، هي زي ما احنا شايفين كده، هي قطرها 20 في 20، بيتركبوا في بعض كده وبيقفلوا جامد. طيب ايه ميزه الاطباق ديت غير ان هي قويه؟ هي من خامه الاليجرا، الاطباق الاليجرا المدوره، هي زيها بس مربعه بتستحمل الحراره. ميزتها ان في منتجات كتير في التابروير فيها الغطا بتاعها بيركب عليها، زي عندي هنا كده مثلا العلبه دي حجم لتر الشفافه، في منها بغطا اسود وفي منها بغطا ازرق، الغطا بتاع العلبه ديت بيركب على الاطباق دي كده، ومحكمه جدا جدا جدا. بتشيل ايه؟ بتشيل ربع جبنه فلامانك، ربع جبنه شيدر، ربع جدا جدا. بتشيل ايه؟ بتشيل ربع جبنه فلامانك، ربع جبنه شيدر، ربع جبنه رومي، بتاخدها كلها وفي نفس الوقت ادي الحجم اللي معايا في التلاجة، ولا حاجه، مش هيعمل لي اي زحمه في التلاجة. طيب والغطا ده عندي متوفر في كذا علبه، يعني مش بس العلبه اللتر، لا في منها 2.5 لتر وفي منها ال4 لتر، نفس الغطا برضو بيركب على الاطباق. وعندي كمان السيجنيتشر، السيجنيتشر اللي هي الشهيره بقى اللي احنا بنحط فيها الرز، برضو الغطا بتاعها بيركب على الاطباق ديت اهي. انا عندي الطبق اهو، هقدر برضو اركب عليه كده الغطا اهو. انا كده حولت الطبق للانش بوكس وغطاه كمان شفاف اهو، بقدر اهو اعمله كده وهي ثابته كمان، يعني بتقف، مش الغطا ثابت، مش بيقع. ولو عايزه انيمه خالص كده خلاص هينام اهو، وهقفل كده. بقى عندي لانش بوكس، كبرت الطبق وخليته عالي لو انا عايزه احط مثلا سندوتشات وهيشه او اكل وفوقيه مثلا قطعه فراخ ولا حاجه. فانا لو عندي برضو القطعه بتاعه السيجنيتشر هيبقى سهل بالنسبه لي ان انا احط الغطا بتاعها عليه، وعادي مثلا انا عايزه اقفلها بعد كده بالغطا دوت، هقدر اقفلها بيه، يعني علشان بس ايه وانا خارجه وحاطه فيها حاجه ما تبقاش مثلا مكشوفه لو انا هاخد الغطا بتاعها واحطه على طبق زي دوت. الخصم بتاعهم نازلين بخصم حلو قوي، الاربع اطباق والشوكه والمعلقه والسكينه، ما تفوتوش العرض والخصم. شكرا، سلام عليكم.